احنا بشر، احنا بشر ما نحن دين، احنا اسلام، كل الاسلام عم يطلع علينا ونايم، الاسلام العملاق، عملاق العالم الاسلام ونايم، والناس عم تذبح فينا وتقتل فينا والناس نايمين. لا خلي يحز الاسلام، اذا كان فيهم دم الاسلام وفيهم شيمة الاسلام خلي يحسوا انه في ناس عم تغتصب بسوريا، في ناس عم تذبح بسوريا، في ناس عم تنباد حرمتها بسوريا. شرف شوف الصواريخ. هاي الصواريخ شايف؟ احنا بشر، احنا اسلام، احنا ما لنا غنم، ما لنا بجم، حتى الغنم تضررت. شرف تعال شوف كل وين عم يشتغل. هاي عبابه شارك من هون الزكاة، هون الزكاة. ترى عم شد مشاته. صار القصف، نزلنا تحت اجى الصاروخ ورانا. خلي تفهم الاسلام انه احنا اسلام. احنا اذا فيهم مروءة الاسلام ودم الاسلام يدافعوا عن الاسلام بسوريا. في نسوان عم تغتصب بسوريا. يا اسلام يلي عاملين حالكم اسلام، كل دول العالم تبروا من الاسلام لان احنا بس هون المسلمين. شوف الدمار هيك. هاي الدمار. هاي الدمار. هاي حرمة المسلمين عم تنتهك كل يوم بسوريا. حرمة الاسلام والمسلمين كل يوم عم تتدمر. كل يوم عم تتدمر، الاطفال كل يوم عم يروح ينهدر دم اطفال. الاسلام عم يطلع، شوف الدمار شلون. شوف. هاي الاسلام. هاي الاسلام اللي احنا اكبر منه بالعالم الاسلام. شوف الاسلام، طوائف عم تتحكم بالسوريين بسوريا، عم تتحكم بالمسلمين، ناس امنين عم يقصفوا بدورهم، كل يوم قصفوا منهج عم منطقه المرج، كل يوم قصف. تطلع اللي احنا اسلام ومؤمنين بالله عز وجل. وين الاسلام اللي دافع عن مروءه الاسلام؟ وين الاسلام اللي دافع عن مروءه الاسلام؟ يا خيل الله اركبي. شوف شوف ايه ما تركب خيل الله. يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي على هالطغاة الكفار الفجرة. الله لا يوفقهم، الله لا يوفق كل مسلم يدحج علينا وما يناشد الإسلام.